باش كنكبروا العين كناخذوا قلم لون بيج او ابيض فاتح وكنحطوه في وسط العين وكناخذوا شويه ديال لي فاغ كيكونوا في نيود كالرز الوان ترابيه وكنحاولوا ندمجوهم شويه هنا مع الرموش من التحت باش كيعطيونا اسي دي سباس للعين. اذا بغينا نصغروهم كنديروا الكونترير كنشدوا ان كريون نوار وكنكحلوا به وسط العين. هو الايلاينر بارمي لي كلاسيك ديال الميكاب اللي عمره ما كيدموضا بحالو بحال غوج اليف غوج داك لو غوج كلاسيك. دونك انا كيعجبني الايلاينر ملي كتكون ديجا لادام عندها لا فورم ديال عينيها على شكل لوزه دونك كيكون سهل وكيكون جميل وكيكون زوين. باغ كونتر ملي كتكون العين مبطنه ولا عندها الجوفون لاصقين في بعضياتهم جو لو كونساي با. القلم الابيض كنستعملوه ملي كنبغيو نوسعوا العين ونقدروا نستعملوه كهايلايت من تحت الحاجب ونقدروا نستعملوه كهايلايت هنا في مدمع العين. الحجبان الموضه مشات بعيد بزاف مع الحجبان هذا العام ولينا كنشوفوهم اللي مقطعين اللي متلتين اللي مضفرين. انا بعدا شوي كونتر سا انا كيعجبني نبقى في لي نورم نورمو ما كنبغيش نبعد على الطبيعي بزاف. كنحاول نخلي الحاجب كيف ما هو ديال لادام غير كنعمرو باش ما يبقاش البان الفراغات ومن القدام كندير ليه لا تكنيك ديال مايكرو بليدينغ باش يبان شعره وكيبان ناتوريل. الحجبان على حسب لا فورم ديال الوجه وعلى حسب لا فورم ديال العين ما خصهمش يكونوا اوفر بزاف وما خصهمش يكونوا كبار بزاف وما خصهمش يكونوا صغار بزاف على حسب كنشوفوا الوجه والعين كنرسموا عليه الحاجب. انا كنخدم هاد لا بارتي اللي لتحت ملي كتكون هاد لا بارتي هادي ديجا مسدوده كيكونوا لي بوبيير لاصقين في بعضياتهم دونك جو مو كونسانتر بزاف على هاد لا بارتي هادي. احسن طريقه باش نغطيو الهالات السوداء هي كناخذوا داك الكوريكتور اورانج باللون البرتقالي بالبيوتي بلندر ولا بالفرشه كنحاولوا نطبطبوا عليه غير شويه حتى كينشف واحد شويه من بعد كنديروا لونتي سيرم ديالنا.